طمنا يا دكتور، قل لي اي حاجه. انت هتقعد شهر تقيس الضغط يا كبير. انا في حيره ما بعدها حيره، تقدر تقول عايم في بحر من الحيره. طبيعي، احذف لك مايو اسبيدو التريقه كمان. يعني انتوا مش فالحين غير في التريقه انت واخواتك بس، انما علم طب منطق للامور مفيش. طيب يا عم محقوق لك، ايه التشخيص؟ حاجه من ثلاثه، يا جهاز الضغط بتاعي بايظ، يا الساعه بتاعتي مأخرة، يا الواد ده مات. وانا الحمد لله جهاز الضغط بتاعي زي الفل، ولسه نافخ به العجله بتاعت العربيه قبل ما اجي. ساعتي عمرها لا اخرت ولا قدمت، مظبوطه، يبقى البقاء لله. ولدي انا عايش يا ويما موت. اسكت، هتبقى بحسب الدكتور. قول له يلا انت كمان اطلع لهم، اطلع لهم. ما بينطق اهو، ما تشوف شغلك يا انت. حاضر، وسع حماده كده. عتره عتره بلا زفت، خش. يا ركبتي يا با. الله يرحمك يا با. اجيب لك دكتور؟ ما احبهمش، اطيق العمى ولا اطيقهم. ده انا ضغطي 7 دخات عند كل العطارين. ان حد يكتب لي وصفه، ان حد يعمل لي عمل ولا حجاب. اخر واحد قال لي تدوب لبندكر جوه سبرايت، بقيت اعملها بس للاسف طلعت بتسهر. دهنتها على ركبي، بقيت انا انام وركبي تسهر. ليه؟ هو نسكافيه؟ بعدين دي اساسا وصفه جلب الحبيب. انت يا كبير لو تسيبني انام جنب حماده ساعه واضغط، اقسم بالله هعرق واقوم لك زي الحصان. وانا مالي بيه؟ ما تضحك بالجاز، انا عايز الواد اللي يقوم كف الحصان. حاضر، كح كده حماده. معلش يا حبيبي، كح تاني. طب ده بيكح ولا بيركن؟ لا لا لا، مش رابط الحزام او بيشرك في الدور. انت بتعمل ايه يا ابوي؟ بتنمر، انت خليتني اتنمر على ولدي؟ انت مجنون، انت ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شوف شغلك. حاضر حاضر يا كبير. بص يا سيدي، الواد دوت عنده مشكله من ثلاثه، يا مشكله في الكبد، يا مشكله في عرق التريبيانكو، يا مشكله في بيت الكلاوي، مفيش رابع. طب وبالنسبه للفليتو والانتركوت؟ لهوي عليهم، مشويين زبده، بيشموا النار شم كده. عندي طبقين في الفريزر، اروح افكهم لك بسرعه. وسجع لنا شويه عنب. يا لهوي على مزاجك في الاكل. بينا يلا. ولدي انت ايه؟ انت جنسك ايه؟ اشطال لابس بلطو يخش لي كيف سرسوب الهوا ويقول لك نيفه وكلاوي ايه؟ بنكشف عند الرفاعي؟ الواد بيكح يعني عنده حاجه في الصدر. ساذج، او ده اول تفكير، التفكير السهل. انا كان نفسي اديك تشخيص محدش اداهولك قبل كده. وانا جايبك تفصل لي بدله. اخرس، قول لي عتر، حاسس ايه؟ حاسس اني تعبان. اتكلم زين يا ده، اللي فيك بالبنية في خشمك. قسما بالله هجيب الطبنجة وطخك انت وهو. وانا مالي؟ حاسس ايه؟ حاسس اني كحيان. ايه؟ بكح يعني. كل ما اجي اروح المدرسة وان عندي مغص وصداع. كل ما اجي اروح المدرسة وان مدروخ كده، وكل ما اجي اقفقع. وكل ما اجي اروح المدرسة. وبتحس رجلك منملة؟ كل ما اجي اروح المدرسة. وصفارة في ودنك؟ كل ما اجي اروح المدرسة. انا عرفت عنده ايه. والله العظيم باينة كافي الشمس. طب ما تشوف لي حاجة لركبتي.